مساء الخير مجددا مشاهدينا الكرام، سعيدين بكل الناس اللي انضمت متابعة بقية حلقتنا وتحديدا فقرة ترند. بيمتاز السودان بالتنوع في الحياة البرية والمائية، ذلك لتنوع المناخ، ولكن الصيد الجائر وعدم الوعي بالمحافظة على الحياة البرية جعلت كثير من الحيوانات تنقرض أو تهاجر. في ترند لهذا اليوم حنتحدث حول تماسيح الفيضان. بنسعد كثير جدا أنه ينضم لنا من داخل الاستوديو نقيب شرطة رضوان الخير حبيب، هو مدير إدارة التوعية والإرشاد بالإدارة العامة لحماية الحياة البرية. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك كثير، وفي البدء قلوبنا وتعازينا مع أهالينا في ولاية السودان المختلفة المتأثرين والمضررين بالسيول والفيضانات، ونقول لهم أنه إن شاء الله ربنا يعينكم و مرحبا بكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب حبابك معنا. طيب في البداية خلينا نتعرف على الإدارة العامة لحماية الحياة البرية. الإدارة العامة لحماية الحياة البرية واحدة من الإدارات الشرطية اللي إدارة متخصصة مهمتها حماية الحياة البرية. الهدف هو حماية الحياة البرية للأجيال القادمة وتنميتها واستمراريتها. وعندنا في على مستوى ولايات السودان 18 ولاية، عندنا إدارات مهمتها اللي هي المحافظة على الحياة البرية في الولايات المعنية. تمام. وعندنا 9 محميات طبيعية أشهرها محمية الدندر، دي برضو عندنا فيها إدارات، وبرضو بنحافظ مهمتنا إنه الحفاظ على الحياة البرية الموجودة داخل المحميات الطبيعية. والحياة البرية مقسومة لإدارة وحماية، عندنا شغل إداري وشغل حماية. طيب. الشغل الحماية بنحمي الحيوان إنه الإنسان ما يجي يصطاده بطريقة غير مشروعة ويعني يتعرض للانقراض، عندنا حيوانات كثيرة انقرضت على مر الأزمان، عشان كده الإدارة من إدارة الحياة البرية من أقدم الإدارات، يهتم بها يعني من زمن المستعمر يهتم بإدارة الحياة البرية من العام 1902. وقانون الحياة البرية 1986 من أقوى القوانين. نعم. اللي لحد الآن ما يتعدلت، لكن قانون رادع جدا، يعني دي الصفة بتاعت الحياة البرية خلتها إنها تكون صفة قوية، وقانونها ومواده قوانين قوية في تطبيقها. فشغل الإداري إنه نحن بننظم عمل الحياة البرية على مستوى السودان، عندنا مواسم بتاعت الصيد، عندنا فترة بنحرم فيها الصيد، عندنا فترة بنفتح فيها رخص للصيد. كويس، دي كلها اللي هو معلومات حنتعرف عليها من خلال المحاور إن شاء الله. ولكن بداية أول ملاحظ في فصل الخريف وتحديدا مع السيول والفيضانات اللي هو تواجد التماسيح بشكل كثير جدا، شنو الأسباب وراء ذلك؟ أيوة، بداية الخريف التمساح من الزواحف بتبيض، فهي تبيض من شهر 3 في شهر 6 و8 و7 البيض ببدأ يفجز، يعني بتبيض على ضفاف الانهار. نعم. التمساح النيلي من اشرس التماسيح على المستوى التماسيح انواع التماسيح كلها. فالتمساح النيلي ظهوره في الخريف يعني فيضان، الفيضانات بتيجي كميه كبيره، المياه كميه كبيره مصحوبه مع الطمي، الاسماك بتقل يعني الحاجه اللي بتغذى عليها. التمساح النيلي بكون يعني بصهر، هو بيحبس انه يكون في المياه الراكده لازم، يعني ظهوره مع الفيضان، ظهوره مع السيول بكون ظاهر لاسباب كثيره، من ضمنها قلت لك اللي هو في يعني في الزمن ده ببيض لازم يحرس البيض بتاعه، وبيبقس في الايامات ذاته بتاعت الخريف، الانثى بتكون حارس البيض وحارس الصغار بعد ما يتفقس البيض، وبيكون ظاهر شديد وظهوره ده ولا لا 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 يعني الخريف والمويه بتشيله، وبكون ظاهر على كل المويه بتسرح بالفيضان، يجي يعني زي حسي أحالينا على ضفاف الأنحار كلهم. نعم. يعني طوالي براغات إنه فيها أخي زهر تمساح، زهر سعبان، زهر العصلات الكبيرة دي بتصحر، ده سبب يعني الدميرة بتاعت النيل، التمساح مصوب بالدميرة زي ما عندنا أحالينا في ولاية نهر النيل الشمالية، أقول لك تمساح الدميرة ما بصحر إلا مع الدميرة بتاعت النيل، يعني بصحر في الفترة دي، الفترة بتقل فيها الصيد، الفترة بتاعت تكاثر ولا فخز البيت، هو بكون متواجد على يعني على الشاطئ، بكون متواجد على الشاطئ ما بكون في المياه الراكده، المياه بتكون ثابته، اصلا البحر بكون المويه بتكون حيه جدا في الفتره دي. طيب دور الحياه البريه في تبصير وتنوير المواطن فيما يخص اللي هو تواجد ممكن نقول الحيوانات ممكن تكون مفترسه او شرسه. نحن دوره توعوي
وقبل يعني قبل بدايه الخريف انا هنا ما عندنا حاجه اسمها موسمنا ببدا من شهر 11 بينتهي شهر 5. تمام. شهر 5 انت عندك يعني الفتره بتاعت الست شهور عندك فيها شغل بتاع رخص وتفاصيل. لما تجي من شهر 5 لهذا الشغل ببدا بتاع الشغل التوعوي للاحالي على مستوى الولايات. بيكون في مخاطبات للولايات كلها المتاخمه للنيل. عندنا 7 ولايات متاخمه للنيل. تمام. سواء كان النيل الازرق ولا النيل الابيض بيتخاطب انه يكون في قوه بيكون بقياده الضابط بيكون مرابطه للنيل مع القوات الاخرى يعني زي ناس الدفاع المدني بيكون مرابطين معهم وقاعدين بتلقوا شكاوى المواطنين وبوعي المواطنين لو ظهر اي حيوان زاحف ولا حيوان اخر سواء كان تمساح ولا عصر ولا دبيب. يعني القوه دي بتكون متواجده وبتوعي وبتبصر الناس انه اخذ الحيطه والحذر والتبليغ متى ما شافوا في تمساح ولا في اي حيوان غريب بيجي يبلغوا لنا. قواتنا متواجده ومتاحين. الان عندنا قوه مرابطه للنيل في ولايه الخرطوم متواجده في ضابطهم ويكون متواجدين مع قوات الدفاع المدني على طول الشريط النيلي. ممتاز. طيب ده فيما يخص الاهالي، ولكن فيما يخص الحيوان نفسه وكيف اللي هو بتحموه من الصيد الجائر؟ ايوه الحيوان التمساح، التمساح النيلي من اشهر التماسيح المفترسه. وعندنا هنا في القانون التمساح النيلي في الجدول الاول. انا خدتنا في الجدول الاول جدول محمي. ما يعني ممنوع فيه التجاره خارجيه، ممنوع فيه يعني ما بندي رخصه انك تمشي تصطاد. تمام. دي واحده من الحمايه اللي اخذتها القانون بتاع الحياه البريه وبنحمي فيها. فبنبصر المواطنين باهميه انه يحافظوا على التماسيح بالذات في فتره الخريف، لانه زي ما قلت لك انه ده الزمن بتاع انه البيض التمساح بيطلع من البيض بيكون بكميات كبيره. أيوه. وفي المناطق بتاعت اعالي النيل يعني منطقه النيل الازرق ولا سنار يعني نهر النيل الازرق مشهور بالجريان بتاعه، فالتماسيح الصغيره بتكون كثيره واشوف الصغار دي ممكن يصطادوا لهم تمساح صغير لانه صغير ما بيعمل حاجه. بنحمي التمساح برضه يعني بالحاجه بتاعت القانون وبمعمورياتنا على النيل وبتوعيتنا في الاسواق التجار اللي بيشتغلوا في اجزاء الحيوانات البريه. بنصدق لهم حاجات محدده من اجل التمساح ده نقول له ممنوع انه. طيب شنو اللي هو التصاديق اللي بتطلع للحيوانات؟ التصاديق الثانيه اللي بتطلع عندنا زي الثعابين والعسلات دي متوفره عندنا، ممكن تطلع لك تصديق بتاع تجاره ولا تصنيع في اجزاء الحياه البريه. تمام. التصديق ده بطلع وبدي بنودي للزول، الزول بمارس يجيب الجلود عاديه لانه ما محدد، الحاجات دي ما محدده، يصنع منها المراكب بتاعت الثعابين والعسلات. اي زول سوداني اي بعد جلابيه بتكون حاجه جيافه كده انه بتكون لابس المركوب بتاع العسل ولا مركوب الثعبان. دي يمكن انا اصدق لك. وبرضه يمكن الورل لو برضه متواجد من الحيوانات اللي بتكون متواجده للنيل وبرضه في البر بتتلقي برضه ممكن جلودها يصنع منها المراكيب والأحذية. صحيح. يمكن دي حاجة ملاحظة. ويمكن برضو في بعض الدول في منظمات اللي هو بتمنع استخدام الجلود أو الفرو لبعض الحيوانات بتكون ممنوعة. أيوة. أنا هنا عندنا اتفاقية اسمها اتفاقية التجارة. طيب. الدولية في النباتات والحيوانات المحددة بالإنقراض بقول لها سايتس موقعين عليها، ودي بتنظم التجارة في الحيوانات البرية. ممتاز. بتنظم لنا التجارة. هم عندهم قوائم وأنا عندنا الجدول. الحيوانات أنا هنا شايفينها محددة والله ما شاء عليها التحديد، اصلا بنا في المؤتمرات بنضيفها في القوائم هي ممنوعه. يعني حسي عندنا النمر، النمر اختفى عندنا في السودان من الحيوانات الممنوعه، قاعده في قوائم السايتس بتكون في القائمة الاولى. بعد ما تطلب السايتس للدوله المحدده من السودان ما بطلع. ايوه. عندنا التمساح ده برضه، من احنا عندنا في الجدول الاول ناس السايتس عارفين انه التمساح النيلي محدد. عندنا خدتنا في الجدول الاول في القانون. فممنوع ما يعني كان طلع شافوا في تمساح ظهر في اي دوله يعني يمكن يرجع. عندنا مثال في تمساح رجع من الاردن جابوا راجع ورجعنا لمنطقته. تمساح النيلي معروف التماسيح يعني في افريقيا هنا 3 انواع، من ضمن التمساح النيلي من اشهر التماسيح. يعني في اي حته الزول بتاع الحياه البريه ولا الناس اللي بيتعاملوا بيعرفوا ده تمساح نيلي. نعم. فرجع من الاردن طلع بطريقه غير رسميه جابوا راجع رجعنا فتنا ودينا في مكانه الطبيعي اللي هو قاعد فيه النيل. ممتاز. طيب في اكيد قوانين بيتم تطبيقها من قبل اللي هو حمايه الحياه البريه من قبلكم للناس اللي بيخافوا اذا كان مثلا عندهم رخص للتجاره في حيوانات معينه ولكن بيستخدموها في تجاره حيوانات ممنوعه، فكيف بيتم التعامل معهم؟ ايوه يلا
زي ما قلت لك هسه الاتفاقيه دي ما ملزمه، ملزمه لينا نحن، وعن احنا عندنا تصاديق محدده، يعني عندنا الشركات اللي بتكون شغاله في الصادر بتاع الحياه البريه بتصدر حيوانات حيه واجزاء بتاعت حيوانات. يعني عندك كوتا محدده سنويا من الدجله تمام لحيوانات محدده. ممكن يعني سلطه السادس دي عملت لنا ادارتين، اداره علميه واداره يعني سلطه اداريه اللي هو مثل في الاداره العامه لحمايه الحياه البريه، وعندنا سلطه علميه معانا طبعا مركز بحوث الحياه البريه في المجلس العام للبيئه، وعندنا الجمعيه السودانيه لحمايه الحياه البريه. كلهم ديل بكونوا انهم مكملين لبعض، شغلنا تكاملي، دي سلطه علميه. يلا صاحب الشركه اللي بخالف الحاجه دي ممكن نوقفه عن هنا، يعني لو لقينا خالف بتطلب سايتس مبدئيه بتجيبها بتمشي تجمع من الفيض من الخلا بتجيب الحيوان المحدد اللي في الشهاده. الحيوان ده نحن بنعاينه عندنا له معاينه سواء كان في الولايه جمعته منا، بعد ذاك بترحله بتجيبه عشان تجي ترحله من الخرطوم هنا، عندنا له معاينه قبلي ما تسفره، وعندنا اجراءات محدده للحيوان ده عشان تحميه. الرفاع بتاع الحيوان فتره انك انت قبضته من الطبيعه عشان دار تصدر في دوله محدده، عندنا له برضه اجراءات محدده لازم يكون الحيوان ده في قفص يكون مرتاح عشان ما ينفق في الشارع. فالشركات اللي بتخالف الحاجات دي ممكن نوقفها، عندنا شركات كثيره تم ايقافها لانه خالفت. عندنا دوريات، عندنا تفاتيش في محكمه سنوية. متخصصه ولا كيف؟ والله ما عندنا محكمه متخصصه، لكن اغلبيه القضاء ووكلاء النيابه متفهمين شغل الحياه البريه للممارسه، يعني حس في مطار الخرطوم بكميه الضبطيات وكيل النيابه اللي في المطار يعني عارف بقى خبير ذاته بتاع حياه بريه بسبب الكميه الحاجات اللي بتطلع بنضبطها طوال يعني. ففي قضاه برضه متفهمين الحاجه دي، هو مع قانون خاص المخالفات ما بتكون كثيره، عشان كده ما بتكون الظهور له كثير في المحاكم ولا في النيابات، لكن متفهمين الحاجه دي، متفهمين القانون، واصلا بكون عندهم درسوه في مراحلهم الدراسيه بكون عارفين انه في قانون خاص بتاع حياه بريه، قانون رادع جدا اللي هو قانون 1986. نعم ممتاز. طيب يمكن قاعدين نلاحظ كثير في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو صور للصيد الجائر، كيف اكيد بيتم التعامل معه مباشره، لكن دايرين نعرف الاليه. يلا ما هو بتدي اننا زي ما قلنا اننا موسم بتاع الصيد ببدا من شهر 11 وبينتهي شهر 5. شهر 5 ليه وقفنا شهر 5؟ عشان شنو؟ الحيوانات بتخش في تكاثر. نحن لازم ندي الحيوان ده فرصه عشان يتكاثر يزيد لنا العدد، عشان ثاني السنه الجايه برضه نفتح ما بنوقف انه ما في صيد، بنقننا هنا في الحته دي بنقننا الصيد. الفتره بتاعت من شهر 11 لشهر 5 بيجي الخليجيين ديل بنديهم رخص، بتمشي الخاله بتصطاد رخصه محدده فيها نوع محدد من الطير ولا العنب، بيمشي معاك عسكري مرافق، بتمشي للطبيعه بتضرب صيدك ده، انت ما اديناك رخصه ودفعت عليها دولار، داير تتصور وداير تعمل حاجات كثيره، فانت بتتصور الحاجه دي بتقوم تنشرها، دي واحده من الحاجات بتكون منتشره في الميديا تقول لك الصيد الجار، احنا بنديهم كميه محدده. طيب يعني اي رخصه عندها كميه محدده، انا ما بقول لك ما في انه في صيد جاير، في صيد جاير. والصيد الجاير عندنا مكافحه بيقول لها مكافحه الصيد الجاير، اداره قايمه بذاتها شغالين على شغلنا في الخلا وقادرين انه نغطي كل المناطق المتواجد فيها الصيد ونضبط المخالفات. ونحن كان ضبطناك في الخلا يعني ثاني ما بتجي السنه الجايه يعني. القانون بتاعنا رادع جدا وبصادر. طب ده اذا هو كان كاتب مكافحه ميدانيه، لكن لو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بتتم متابعه، ممكن نقول اللي هو الشخص اللي نزل صوره عن طريق مثلا الشراكه مع نيابه المعلوماتيه او ما الى ذلك. ايوه في حاجه زي دي، وضبطنا كثير وفتحنا بلاغات وحاكمنا. انا من ضمن الناس حكمت يعني قبضت ناس كتار يعني. في برضه في ناس ممكن يعرضوا لك مراكب بتاعت نمر اقول لك داري بيها ما أيوة. عارفين المركوب ما النمر ده ما من الحيوانات المحدده بالانقراض، هذه بنتبعهم يعني ما بنتبعهم وبنصلهم. انت ما نزلت الحته دي بنصلك، والزول نزل الصوره بتاعت الضارب لغزال ولا ضارب له وارنب ولا طير ايوه بطريقه غير مشروعه في زمن ما زمن الصيد بنصلك. طب شنو الفكره من تحديد اللي هو زمن الصيد؟ يعني شنو الفكره من تحديد اللي هو من شهر 11 لغايه شهر 5؟ الفكره انت بتبدا شهر 11 دي ما نهايه الخريف، وبتنتهي شهر 5 دي نهايه الخريف في شهر 11، يعني خريف خلاص الناس حصد العيش حصد محاصيل الزراعيه كلها. الفتره دي بالذات في انواع محدده من الطيور بتيجي خاشه من السودان، القمري السفاري بيجي خاشه في الازمان دي من شهر 10 و11
يعني بيجي مزامن لحصاد بتاعت المحاصيل بتاعتنا. وفي الفتره دي بالذات يعني ما في تكاثر لاغلبيه الحيوانات، ما بتتكاثر في الفتره دي، وبكون في زياده لانه طالع من خريف وفتره بتاعت رخاء والغذاء متوفر وبتكون عندها مواليد جديده. فنحن بنفتح الفتره دي بالذات في بتاعت الصيد في الفتره بتاعت الست شهور دي، وبنقفلها في الفتره الست شهور الثانيه عشان نحافظ على الحيوانات ذاتها، يعني ما نخليها كان فتحنا السنه كلها مع حيواناتنا دي هتنتهي. عندنا حيوانات كثيره اختفت بفعل الصيد الجائر، بفعل يمكن يكون ما التوعيه ما بتكون كافيه في الفترات اللي فاتت، لكن حاسس ان احنا قادرين نتحكم على الحاجات دي كلها بالرخص. يعني انت كسوداني عندك رخصه ممكن تجي تطلعها، عندك تعامل خاص في كل الولايات، اجنبي عندك قناه محدده بتعاملها بتيجي نطلع لك رخصه، بنديك عسكري بتمشي الخلا تصطاد صيدك، الرخصه ما بتفوت لها اسبوع. كويس. اسبوع بس بتكون قاعد في الخلا معاك العسكري، بتجي راجع بعد الاسبوع بتكون زمنك انتهى، يعني محدد الحاجات دي كلها. في ناس لكن كثيره اللي هو ما بتهتم بموضوع الرخصه او اللي هو السير على القانون يعني في النهايه، بس كيف بيتم التجاوز معهم؟ لانه بتلقى مجموعه من الشباب جايين مثلا سياحه او كذا، ما بيكون عندهم مثلا زمن عشان يمشوا يعملوا الاجراءات القانونيه ويطلعوا رخصه وكذا. يلا يلا دي يعني بتختلف، انا يمكن نقسمها لك لنوعين. في يعني زي عندنا في احلنا في الاغاليم يعني بطلوا وبقول لك طلعنا المشاريع، فتنا قبضنا لنا عرنب ارنبين، جو يتعشوا بها عملوا لهم قعده ظريفه كده واكلوا العرنب وجوا راجعين. دي حاجه بسيطه ما بتضر الطبيعه. أوكي. لكن انت لما تبقى متعمد وتمشي تضرب بكميات كبيره اكثر من الحاجه اللي انت بتاكلها وبتجيبها بعدك بتجيبها ولا بتقوم تحاول تسفرها، فاحنا هنا عندنا الدوريات بنضبطك يعني كم طلعت مننا المره دي المره الثانيه ما بتطلع. وقانوننا رادع جدا، يعني كان قبضناك في عرنب يعني قبضناك في عرنب والله صايد لك طيره واحده يعني قمريه واحده يمكن البوكس الراقد يمكن مصادره لانه ما عندك رخصه. يعني احنا عندنا موسم، عندنا رخص محدده للطيور، عندنا رخص محدده للحيوانات. يعني انت كان سالت بتجي ممتاز يعني ما الجحل بالقانون ما يعني لازم انت تمشي تسال القنوات. فيعني في الفتره الاخيره الشباب يعني يرفعوا قانون الحياه البريه، بيجوا يجوا في الولايات يشيلوا تصاديقهم يطلعوا، يعني الرخصه ذاتها ما قروشها ما كثيره. صحيح. القروش بسيطه بتطلع بتمشي تقعد فترتك في الخلل الاسبوع وبتجي راجع. لكن انت من تتعمد في المخالفات يعني في النهايه حتضبط. انا عندنا مكافحتين، مكافحه مركزيه ومكافحه في الولايات. يعني ما يعني كل المكافحات دي شغاله، الدوريات دي شغاله، عندنا دوريات لافه. وغير كده يعني في الخلا ذاته المواطن ده ما حريصه لثروته، حريصه لموارده، هم ذاتهم بيضربوا لنا تليفون ويقول لنا يا اخي في الحته الفلانيه شايفين في كشافه في الليل بتستخدموا الكشافات، ولا يا اخي شايفين في كشافه بيضربوا لك تليفون انت في نفس الليل ده بتمشي تتحصل بتقبض المخالفه بتجي تجيبها. عندنا بلاغات، يعني انا ممكن اديك ارقام بتاعت بلاغات انت بتستغرب اذا عندنا كميه من البلاغات ضبطناها. سبحان الله. ناس كتار يعني قبضناهم، يعني ما انت بتضبط، يعني انت كررت المخالفه انها يعني بنقبضك. كويس، ده بيدور على انه الرقابه شديده جدا. طب خلينا نتكلم انه عن رقابتكم للمحميات تحديدا، انه بكون داخله في انواع كثيره جدا من الحيوانات السودانيه، كيف بتتم الاليه؟ في كاميرات طائرات ولا بيكون في اشخاص؟ كيف بتتم اللي هو الحمايه؟ ايوه، بالنسبه للمحميات زي ما ذكرت لك عندنا 9 محميات، اشهرها محميه الدندر. ايوه. محميه الدندر من العام 1935 تم انشائها، والله تم اعلانها كمحميه طبيعيه واعلنت كمحميه محيط حيوي. محميه محيط حيوي انه السكان اللي حول المحميه انه يشاركوا في حمايه المحميه ذاته، انه نغور حول المحميه هم شاركوا في حمايتها. في الاداره العامه لحمايه الحياه البريه عندنا اداره اسمها اداره المحميات الطبيعيه، دي مهمتها انها تدير المحميات الطبيعيه على مستوى السودان اللي هو 9 محميات، محميه الدندر، الردوم، محميه جبل الدائر، محميه جبليه، محمية جبل الحسانية في نهر النيل، محمية جبلية، محمية الغزالة في الشمالية، برضو محمية صحراوية، وعندنا محميتين بحريتين، محمية سنجنيب ومحمية دنقناب، دي برضو من المحميات البحرية فيها تنوع بتاع الشعب مرجانية، ويوجد أطول حيط مرجاني ونظيف يعني ما من اللي تتعثرت في الطبيعة ولا في التلوث البحري، موجود في المحمية بتاعت سنجنيب. اي دول فاتها بشوف الحاجه دي واضحه. عندنا محميه الردوم زي ما ذكرت لك برضه من المحميات، عندنا محميه تايا بازوندا في القلابات برضه دي كانت زمان امتداد لمحميه الدندر يعني بتجي فيها الحيوانات. عندنا حيوانات كثيره في محميه الدندر، عندنا 9 انواع من الغزلان الكبيره
الوادي ده. نعم. عندنا الجاموس بكميه كبيره جدا، عندنا الاسود دي برضه عندنا لها برضه في محميه الدندر بكميه يعني مناسبه جدا انا شايفها، ففيها حمايه. وغير كده احنا برضه مرتبطين بالمنظمات. نعم. او المنظمات، عندنا منظمات برضه بتعمل معانا في حمايه الحياه البريه في الناحيه ده، ما مورد لازم احنا نحافظ عليه، لو ما حافظنا عليه بيكون في عملنا يعني الاتزان بتاع الحياه بيكون في حاجه حصلت فيه. صحيح. عشان كده لازم يكون في كل الادارات تكون متكامله انها تحمل موارد. صحيح. فعملنا بيكون متكامل، في منظمات بيكون شغاله معانا. هسه عندنا مشروع بتاع تعزيز المناطق المحميه شغال في محميه الدندر، محميه جبل الدائر، محميه جبلين في ولايه شمال كردفان، ومحميه دنقناب في البحر الاحمر. ده بعزز فيه وعمل تشارك وكل الادارات دي متكامله، الادارات اللي شغاله في 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 الموارد الطبيعيه، سواء كان المجلس العالي للبيئه ده الحاجه الكبيره كلها تحت مدير الموارد كلها في البلد، ناس الغابات، ناس المراعي، ناس الزراعه، كلنا في عمل تكاملي لنحافظ على البيئه ونحافظ على الاجيال القادمه. في عمل تكاملي، والحياه البريه يعني قادره بقانونها انها تحمي كل المحميات. كل المحميات قادرين، لكن بالرغم من ده في 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 مخالفات بتحصل. طيب عشان تتجاوز المخالفات اكيد بيكون في رؤيه مستقبليه لحمايه الحياه البريه. فنتعرف عليها. عندنا خطط مستقبليه، وعندنا خطط سنويه بتتعدى، وعندنا يعني خطط طويله المدى وقصيره المدى بتتعمل لاداره المحميات الطبيعيه. نعم. عندنا خطط فنيه وخطط اداريه، يعني محميه الدندر دي عندها خطه فنيه وخطه اداريه للاداره. تجيبي لك برضه ما جبت لك في نوع الحمايه. يعني على مستوى المحميه على 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 كل المحميه عندنا نقاط ثابته بكون فيها قوه قاعده بمهمتها الحمايه، تشتغل دوريات يعني المحميه كلها بتكون مراقبه. ممتاز. ما عندنا طائرات، ما عندنا كاميرات. ان شاء الله الفتره الجايه المشاريع دي يمكن تدخل لنا الحمايه المتطوره دي حقت الكاميرات ولا بالطائرات، يعني دي نحن من ضمن الخطط المستقبليه ان شاء الله هنعملها ان شاء الله، يكون الرغابه والحمايه بتاعتنا تكون متطوره ونبقى زي الدول الثانيه اللي بتحافظ على المحميات وتحافظ على الحيوانات البريه، واللي قدرت تستغل وتعبر بها زي دوله تنزانيا 25% من الاقتصاد بتاع البلد جاي من الحياه البريه. يا سلام. لو زول جار تنزانيا يعني محميه سيرنجيتي ولا لما تنزل من المطار الناس كلها جاريه عشان تعمل تصاديق لانها تخش تشوف الحيوانات البريه. ان شاء الله قادرين انه بخططنا بجهودنا انه نصل لحمايه ونصل لتنميه حيواناتنا البريه ونخليها ترفد خزينه السودان باكثر من هسه حاليا اللي بترفد بالعمله الصعبه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب باذن الله. بنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. شاكرين لك جزيلا نقيب شرطه رضوان الخير حبيب، مدير اداره التوعيه والارشاد بالاداره العامة لحماية الحياة البرية، كنت ضيف معنا في ترند. شكرا لك. بارك الله فيكم. بس داير أقول حاجة في تفضل. دقيقة بالنسبة للحيوانات اللي بتسحر في النيل، يعني عندنا التماسيح الناس تاخذ يعني تاخذ الحيطة والحذر ما تمشي على الحتة يعني السباحة توقفها في فترة الخريف بالذات في الدميرة يحلنا في نهر النيل والشمالية في الوقت المسائي في الليل يعني تطالع سواء في كل المكانات اطلع ببطاريه الحته كان ما مضى اطلع ببطاريه ولابس لك باته لابس لك حاجه ساتره عشان نتفادى لذات العقارب لذات العقارب والثعابين، يعني دي واحده من الحاجات الاحترازيه. وتحاول لانه كان لقت اي ظواهر اي حيوان ولا اي تمساح ظهر ان هنا افرادنا متواجدين ممكن طوالي اتصلوا عليه وبنحصلها ان شاء الله. ان شاء الله. وشكرا لكم كثير. بارك شكرا. الله شكرا. يديك العافيه. شكرا لك جزيلا نقيب شرطه رضوان الخير بارك الله حبيب. شكرا لك.